أما بعد، ودروستي أحكامتا بشهر رمضان وكل أحكامتا وحي نسوه الرئيسين إنا باهيد ودا بضان علم الحال بالا إلا حالة دمركة لتشوغو أقون تيدين وقفكو هيرو ووجوب البياني وقت الحاجة تذكنا وحي شرعيين لو عدائيو وقتك أوبا هايهين مسائل كان أحكامتنا وحي كقدوه وحيابا فضائل فضلك كورمية يغا وحكو حران الصحة والفساد والحلال والحرام إنو وحاق أنصحه إيينو بره ومسائل كالشيغية وحي كا حلالية وحي كا حرامنا كوت المامية مركا نح قضب إنو قادن دون عطبان كمرة إنو هاي سنة إن شاء الله سيناتك كوكب بدنين عنوان كنا وحوي الأعذار المبيحة من للفطر في رمضان وعذر دار هذا كوب النين كرا رمضان إذا ذو حسك عنت إذا عذر دار هذا لهينا الله ما أقلا إلى وحنا سك لها تي الله إيغو وعدد لقوايي شروط شروط الوجوب شروطه صوم كوكو واجب لها ضد لجوا أيوي مركات قف كهدي شروطي لجوا أي وحي نقرا إسحاق مسك أفرخ خراب حضور دار كوه الرجاء وحوي المرض حنون باكر حنون مركات قف كي لهاي ما أرانا يو هذا إسكبر دبات أما إسكبر دباتو تدا إسكسر لا ما أرانا يو وعبادة وما أهم بدت كلاكو ديبو قواعد الشريعة أننا وحكم إذا كلما ضاق الأمر اتسع وكلما اتسع ضاق مركز توقفك أن أرهن كعريري كل نوضة أعلى يسفولة اتسع والله الدبعية وحيابك حرانها والله حلالية الضرورة تطبيح المحظور قفك وحي لباتاه كوي مادا وحرانك أهابي وحلالية المشقة تجلب التيسير دي قفك مشقة كنت ما دفضيت بيوسو تشيدا والدين لهاي وقلت لك على إني دم النقطة ضدك آيات دليلها سورة البقرة بقول يا فريستيت قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قفك بكانك أما الصعدالك هي سفر كترة ها إسكاء فرمال مهي دافة إلا أنها سوق الله رخصة داسو إلهي بحي سبحانه وتعالى عذر كا إسكاء مركو قفكي قبا كل يبو أفرايا لكن داد كيبو كيبا لباو كلابحيا قف سوق الله إنكرا سيدان آيات دواي شاكتي يقفان سوبق الله إنكرين وعذر كيسي آن كبوك سنة ينون كسور رينينين نوع دون يبها هذا ثانا وحقو قران كرا أما إسكاء تجابيي وصونكي لباتو كو كارا أنا قلين كرا أما دختر كابا إسلقو آمية مركا كاسو كلا وحلقا بحيا الراشن راشن كل الله بنا عبو نوضا إن مالين والبا مسكين لقودية واختقا عشادة أما كيلو قيرين لقا بحيو وراشن كاللقوطة بريس باستو دقيق تمر راشن هذا نوع عاص عذر داركا أن إلهنا عذر كان قفك صومك وكجاء فورك رخصة كويس دا وكيما شقك كيني يا دبات لكن حنون كيرا إسك خفيف كامايا حنون بير باتشرو إسك بسيطة قف يرد دريم ييرا مال حنونا أما دم غشاء كاسو كلكو ما أفوري كره وين مشقة إيمان كرتا أو مشقة أنا عادي هين وعليس بدني وامرك اتمادوي قضب كاللباد كو أفور كراوحة السفر المشروع أو المباح سفر كحلاشة هاي وقلو سفر حالانة هدو كتيرو وعاص في السفر سفر كي سباء وحويان وسفر دنبية بكتيرا سفر دنبية أيو قلي تدكو لبايا وبرعاتينيا للبي سوي قف كالنوع عاصو كلاهين أما أفور يستغونا وفي رخصة ما هيست
safarku kullay muddada masafadu qofku safraya waa masafad loo tixgelin kan loo tixgelinayna safarta 80 kilometer iyo wixii ka badan midalan 80 kilometer iyo wixii ka sii badan buu qofku safraya safarkaas ama ha ahaado mid lugta uu ku lugaynayo ama diyaarad raacayo ama gaari safar waa safar oo ruqsadii qofku ku heli karaya saddex laba xaalado qofka way u banaayeen inuu iska cuno saayan arkayna ruqsadda lagu siiyo iyo inuu soomo labadaba laakiin waqtiga soomka loo baneeyay ee uu soomaya waa markaan dhibaato ku dhacay haddaanu iswaafajin karayn safarka dhibaatadiis iyo soomki oo mashaqo siyaada ay ku tahay inuu afuraada u fadli badan waayo nabigu wuxuu dhacay calayhi salaatu wasalaam laysa min albirri الصيام في السفر سما فلك كما جرتو انو قفكو سفرك دحديسا كصومه حديث كاس و خديديا قفكي دباتا اي كسو غاريس سفرك دحديسا ارنت كلا صدخادو قفكي كو افوري كرو عذر دار كو هيستا وها وي ان روحي دمركاد اما علم شخصين اي سعانهيدا او باهن اون كافتومي كرينين اما اي تهي هويا اورله برنيدي با دباتونيسا barna ilmiye baa dhibaatoonaya labada qof is xambaarka ah ee dusha isku sita ama caloosha isku sita hadii ay rafaadaya sharcigu wax ma oranayo maatidu ha rafaato ha dhibaatooto hooyadana waa loo turaya ilmaha yarna waa loo turaya waana masala la isla waafaqsan yahay inay iska cuni karayso taasina waa arrin cad weey oo aan culimadu isku khilaafsanayn wuxuuna islam diidan yihiin maxaa ku waajibaya ruuxii dumarka ah ma inay soo qalayso bise inay raashin bixiso inay soo qalaysaaba raajixa oo daliil kana u dhaw culimada islaamkuna ay u badan yihiin qowlka raashinku ma badna shakhsiyaad kooban oo asxaabta kamida iyo dhowr culimada kamida ku raacay un mooyaane jumhuurul culamaa oo afarta madhab kamid yihiin way soo qalaynaysaa way marayaan marka ay ilmihii ka guriso amma ay awoodi karto soomki qofka afraada afuraya waxa weeye al kabiiru fi sin qofki daadiisu weynay ama hooyo weynaatay ha ahaato islaantiid da'da ahayd ama odaygiiba ha ahaado oo dadka waayeelka ay nidhaano qofkuna waxa la ogsoon yahay kol hadduu gaboobo soomina kari waayo deena waxba u soo kordhayn qof gaboobay wax ka sii dhaca mooyaane oo da'la soomi kari waayey waxba uma soo biiraan oo kuma soo kordhaa sharcigu markaa wuxuu u baneeyey inuu iska cuni karo waxba aan la dhibin lagana bixiyo raashin waa fidyada shayga loo yaqaan markaa waxaa laga bixinayaa sidaa horeba aynu soo sheegnay idcaamu miskiin fii kulli yowma fii kulli yowmin maalin walba in hal miskiin la quudiyo ama kiilo qalalan la bixiyo raashina waase marka qofka weyn ee odayga ama islaanta ah aanu asaasaqin haduu asaasaqo waa qof waalan qofka waalanna soomba laguma leh taasina waa muhiim in la ogaado qofka shanaad ee aan lagu lahayn soomkii macnaha aanu ku waajibaynin ee soo qallayn doonaa waxa weeye إذا خاف على نفسه الهلاك مركو نفتي سوغا بغضو لمشو وصو منا قفك كا شاوان يا أبو يسوب حيبا معنى سكرات بو قاردو إنو مير دور سو ما بو كدو واد أما هرات شقا آدو أدقا وهاي درادي أما ميل كلولو كنو لي هاي أوغي أما ميل وقت قوليري هاي أو كنو لي درادي labeyo laba ta saacadood soo maraa ama meel xalaaladu kontonta ama xooluhu la jiraaba ama shaqo adag buu hayaa markaasu xaji kari waayo sharcigu ma odhanayo isdil oo ilaahay baa wuxuu walaa tulquu biaydiikum ila tahluk naftiina halaaga ku tuurina gacmiin walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ha isdilina ilaahay wuxuu noqda mid idiin naxariisanaya waan idiin naxariisanaya haystilina buu ilaahay leeyahay marka qofkii 23 ku noolaa wadamada yurub oo kale ee 23 sano saacadood ama 22 soomaayay wuu tijaabinayaa
ما أورانيه معلومه قابن هي وتمذا قابن هي بان قياسنا يا أي قياسك مسعنا كل هذه قرحة وقت أي صباح ضيع وقت دعاء إلا ره أنت أي سوتش ده وسوم يا وسقوا كل قاتنا يا هدو حملنا فبها ونعمة وحورك سوي هدو حمل وياه الشرع قاوى قالنوا إسكاف رمرك لكن مالن ويا مرتاد مالن هاي ستو مالن كسوم بالقولي قفك سنوا شرعك هلك سويا لوي قفك اللي حاد عذر دارك شرع جوسية وحويان روحي دمرك هيد أو مشا هيدا دي جد المضل هيد ما دي جد المضل مرك لا ده ملاذن ما ومشا دي جد المضل أيو كحراي هاي صام دي مرك دي جي كقاعدة تي شخصين السبب كده جلس مرك هدي دي جد المضل لا ده أما كي عادة لا ده صام كما أصحين ويس سوق الله نيس سيده سوت المامة يا حديث كبخاري كسوغن نبي قوحه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل روح دمر كاهميانا هين تمرك وريقا عاددي كسعودة صومك إيا الصلاة دلبادة بيس كديس الشرعي كده الشرعي كفدو داي حالة داوي عرستها هو يدي أما روحي دمر كاهيد لباتة أيا هيستة مركا شرعي ما أرانا يو وليس استصار حالة داد مشكول سنتاي وحا مركا سنتاسي راعيهم قفكو مركا وصومي هاينو صوم كيسا إلا شضا ووحي صومك كتبين اياه وإنانو كل قاقنو حارانوي سيدا عنادو حارانو قطاي ايا وحا كلاو وقا حارانا إنو وحي صوم كيسا كتبين اياه سيفضودو قلو ثلا سنكيبو بيه كشبايا لقيه ويسكيغا شبايا ده شرعا ما بنالا وحا كلاو حارانا قفكي مسافر كا قفكي او آن سفر دوني سيو ربضانو عنو ايو لي وان سفر ياهو وتيددي سو سفر ماها لكي واد وحسو عنتي يعني حمين وحنوي سفر دار الهي وقل ايا ماها اي وحو دوني ايانو ربضان تكوش بيو اما حاس كيس الله كلمو تاسو كلنا الأمور بمقاصدها أرمها قصد كالغا شرع وقصد كوكايغا قصد كاغو محوي وقصد تنبيلات وقصد وناكسن مأجور بات بركتانا وان قفكو سكيل عليا وإلهي لقمهوس تسلم نخي آمي سبحانه وتعالى وحكى الله قولين عدة آد أغاته إنو حيالة ضيسان أيو وحاران تحيالة وكو حلاشان أيو إساقناها ساعدين كارينها كوكا حينين وحنها وسهلين إلهي بوحده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تنبيه حد قده هاي سكاشنين وحي سكاشتان الله كعبسي إيا سمفل لحدا قضبا مانتا أي نقاض النوء وحيابها قفك وكو حلاشن كربش الربدان لحدا إنو أفره وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.